ابو لسان قطع مهر واليوم عشرة بالشهر معزوم كلك يا شعر والزفة باكر على قمر ابو لسان قطع مهر واليوم عشرة بالشهر معزوم كلك يا شعر والزفة باكر على قمر هوب هوب عمي قدامك الطس اسالكم على قديش ما حد ما حس ديش حالكم قديش انا واخبط بحجي وانخبط بس انا ما فقت النفط وانطيته للجيران وانطيته للجيران ابو لسان سيداتي أنساتي سادتي أهلا بكم حلقة جديدة من أبو لسان. التظاهرات في بعض الدول توقف وياها بلدان معينة وتوقف ضدها بلدان أخرى. مثلا في لبنان قبل فترة طلعت مظاهرات. أيدونا الفيديو بالله مرت اللخ هاي التظاهرات كل الأمة العربية وياها ومن منطلق الوطن العربي واحد والدم العربي واحد 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 واحد, واحد. شلون يتظاهرون شلون يتظاهرون دولة المهم خلينا نشوف شنو سبب هاي التظاهرات النساء المشاركات في التحرك انضممن إلى الرقصة بأعداد كبيرة وعبرن بأسلوبهن الخاص عن رفضهن للعنف الممارس بحقهن ومن هنا نضم صوتنا إلى المناضلات ونقول لهم بأننا سنقف معكم في السراء والضراء ونعلن عن تشكيل قوة من المتطوعين لحماية النساء في لبنان من العنف ويفضل أن يأتينا إلى العراق من أجل الأمن والأمان في سبيل أن يكون النسل المقبل مختلف عن النسل الماضي مهم التظاهرات في تركيا كان لها مؤيدين ومعارضين بس قبل ما ندخل لمؤيدي التظاهرات في تركيا معروف أن الإعلام السوري الحكومي يختلف عن كل الإعلام في العالم في الولايات المتحدة الأمريكية أو في بريطانيا أو في فرنسا أو في إيطاليا والتي تمارس في بعض الأحيان إجراءات قمعية على الصحفيين وعلى من يغطون الأحداث التي تستحق التغطية في تلك البلدان ترجمة
هذا نقاط مالتي. في اوروبا هنا قمع ضد الصحفيين، بس بسوريا مو قمع. باوروبا وامريكا شيل وجضع، قمع مو طبيعي، نتف هيك. اي واحد واقف انت صحفي؟ انت صحفي؟ يقطعوه تقطيع. يقول لك هناك هسه صحفيين دي يطلبون لجوء الى سوريا حتى يشتغلون براحتهم، لان الحريه واصله مراحل عاليه جدا. طبعا في سوريا اللي ينتقد الرئيس بشار الاسد السريع في الايام زمان. عندنا في اللغه العربيه يقولون كل طويل ابله، طبعا الدكتور بشار الاسد طويل لكنه ذكي. قال لك انعلسنا، كله طويل قبله، دكتور بشار طويل بس ذكي. اقلب. مهم، خلينا نشوف قصه لصحفيين انخطفوا من قبل مسلحين وطلعهم الجيش السوري. حتى الدبابه مرقت قدامنا ثلاث مرات ونحن بالابو. الدبابه مرقت قدامنا ثلاث مرات بنقول بس عم نتنفس هيك. هلا ما بعرف، هن خبرونا انه هي دبابه، نحن ما كنا شايفين شيء، نحن سمعنا صوت، ممكن تكون هي عربه مثلا او شيء، بس خبرونا انه في يعني في برا دبابه. لهن انا ما بتستغرب عنهم، يعني ممكن كثير يكونوا فاكرينها دبابه لانه هن لا يفقهون اي شيء. هي دبابه بس مو دبابه. لاحظت شلون قرصته؟ لك اسكت، شنو دبابه؟ اسكت. بس هي دبابة، هو الفيل يطير بس ناصي. المهم، حتى الدبابة مرقت قدامنا ثلاث مرات ونحن بالأبو. الدبابة مرقت قدامنا ثلاث مرات ونقول بس عم نتنفس هيك. اسكت ولك اسكت، العنسنا اسكت. التظاهرات بتركيا تفاعل معها الإعلام السوري الحكومي لدرجة وصل للنصيحة. ينصح المواطنين السوريين بعدم السفر إلى تركيا خلال هذه الفترة حفاظا على سلامتهم وأمنهم، وذلك بسبب تردي الأوضاع الأمنية في بعض المدن التركية. هاي شنو؟ لا والله هاي شنو؟ يعني من باب الموت على تراب الوطن حق أحلى من أي شيء آخر؟ يعني هسه الوضع الأمني بتركيا مو شيء وبسوريا لوز؟ يعني هذا اللي نشوفه هسه كله كلاوات؟ الوضع الامني بسوريا زين؟ شوفوا شوفوا اي ايا شوفوا شوفوا احمد بشير الله وياك او شوفوا شوفوا اي ايا شوفوا شوفوا اي احمد بشير الله وياك يعني هسه الوضع الأمني بسوريا زين. وقال الزعبي ردا على أسئلة صحفية أن استخدام العنف المفرط ليس صحيحا في مواجهة الشعب التركي والمتظاهرون ليسوا إرهابيين، وأضاف الزعبي أنه ما زال هناك فرصة لأردوغان لوقف العنف في تركيا، وعليه احترام إرادة شعبه وأن يغادر تركيا إلى الدوحة التي قد تستضيفه. استخدام العنف المفرط في تركيا ليس صحيحا.